السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. إذا حبيباتي في فيديو اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة هي من بين أروع وأحسن الوصفات، وصفة مجربة وتعطي نتائج أكثر من رائعة، مفعولها رهيب جدا في تبييض البشرة، في إزالة التصبغات، رائعة كذلك حتى في توحيد اللون وإعطاء نضارة وانتعاش للبشرة. أيضا سوف تعمل هذه الوصفة كذلك على محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. وصفة ممتازة وبمكونات طبيعية، مكونات متوفرة في كل بيت. بالنسبة للمكونات تحتوي على كمية مهمة من المعادن وأيضا البروتينات والفيتامينات التي قد تعتبر ككولاجين للبشرة. إذا أتمنى منكم حبيباتي بداية الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد من الوصفات والخلطات المجربة والمضمونة. إذا الآن سننتقل للتعرف على المكونات. إذن حبيباتي بالنسبة لوصفة اليوم سنحتاج إلى أول مكون ألا وهو الدقيق. الدقيق الأبيض الذي نستخدمه في صنع الحلويات والمخبوزات هو مكون ممتاز رائع جدا في تبييض البشرة وإزالة التصبغات منها، كما أنه يعمل على شد البشرة. سنحتاج هنا إلى ما يعادل تقريبا مقدار ملعقتين صغيرتين، أي ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. هو مكون ممتاز رائع حتى في توحيد البشرة، كذلك تبييضها وتفتيحها لدرجات. هذه الوصفة رائعة، اعتمدوا عليها لأنها بالفعل تعطي نتائج أكثر من رائعة. كثاني مكون سنحتاج إليه ألا وهو الياغورت. الياغورت الطبيعي أو ما يسمى بالزبادي أو الروب في كل دولة وكيف يسمونه. الياغورت يحتوي على حمض يسمى بحمض اللاكتيك، والذي يميزه بأنه يبيض البشرة لأنه سهل في اختراق طبقة الجلد وتنظيفها وتطهير أيضا المسامات. لذلك نحن اليوم سنضيف الزبادي في وصفتنا لليوم. سنضيف تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة، لأننا سنحتاج أو سوف نضيف مكونات أخرى التي سوف ندمجها مع الزبادي وكذلك الياغورت. من بين هذه المكونات التي سنستعمل بياض البيض. بياض البيض معروف على أنه غني جدا بالبروتينات، يعمل على تبييض البشرة، أيضا هو يعمل على ترطيبها ويعتبر ككولاجين، كولاجين طبيعي لشد البشرة. سنستخدم هنا بياض البيض. بالنسبة لذوات البشرة التي تكون دهنية أو عفوا جافة جدا استخدموا صفار البيض، أما لذوات البشرة العادية والدهنية استخدموا بياض البيض. إذا سنضيف هنا كمية من بياض البيض، هذه الكمية تكفي، وسأبدأ في دمج البياض مع باقي المكونات حتى نحصل على خليط يكون متجانس. هذه الوصفة تصلح لذوات البشرة العادية وكذلك الدهنية لأنني استخدمت فيها بياض البيض، كما قلت لذوات البشرة التي تكون جافة جدا استخدموا مكان بياض البيض الصفار، لأن الصفار غني بالدهون التي تحتاجها البشرة التي تكون جافة جدا. أستمر هكذا جيدا. إلى غاية ما تصبح لدينا كل المكونات متجانسة ونقوم بدمج الدقيق الأبيض مع بياض البيض. كآخر مكون سنستعمله هو مكون طبيعي 100%،
ولكن هو اختياري، إذا كان متوفر لديكم استخدموه، إذا كان غير متوفر ممكن هنا أن تقوموا بالاستغناء عنه، يعني ليس بالضرورة. سنستعمل هنا العسل، عسل النحل. سأضيف تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة فقط، لأنه سيعمل على تفتيح البشرة، وهو كذلك حتى لمن تعاني من مشكلة حب الشباب أو آثار حب الشباب. العسل مطهر للبشرة، مفتح، وكذلك يقضي على حب الشباب بشكل رهيب جدا. نخلط هنا، كما تلاحظون أنا هنا قمت بتحضير كمية كبيرة، حتى إذا قمتم بتحضير كمية كبيرة ممكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، فقط قوموا بتغطيتها بغطاء بلاستيكي واستخدموا الوصفة في اليوم الموالي. إذن بعدما قمنا بدمج العسل مع باقي المكونات أصبحت لدينا الوصفة بهذا القوام. هذا هو قوام هذه الوصفة، يكون بهذا الشكل كما تلاحظون. بعدما تفاعلت لدينا المكونات وامتزجت جيدا، سنقوم كأول خطوة وهي تنظيف البشرة جيدا بماء يكون فاتر. دائما لكي تنجح معنا الوصفات حبيباتي ضروري من خطوة التنظيف، وذلك بالماء الساخن أو الماء الدافئ، حتى تتفتح لنا البشرة، تتفتح لنا مسامات البشرة، ونتحصل بعد تطبيق هذا الماسك على نتائج تكون رائعة. إذن سنأخذ دائما كمية، نوزعها سواء بواسطة فرشاة أو بواسطة أطراف الأصابع. أول خطوة سنقوم بعمل حركات هكذا بهذه الوصفة، حركات تكون دائرية حتى تتغلغل لنا الوصفة في أعماق البشرة. كما قلت لكم استخدمنا هنا الزبادي، فهو بسهولة يخترق طبقات الجلد مما يعطي تفتيح وتبيير للبشرة. كذلك الدقيق الأبيض هو معروف جدا جدا على مدى روعته في تبييض البشرة وتفتيحها. هذه هي أول خطوة، أي نأخذ القليل من الوصفة ونقوم بالتدليك جيدا حتى تتغلغل، وحتى نقوم كذلك بتنشيط الدورة الدموية في البشرة. بعدها سنأخذ طبقة أخرى ونبدأ في توزيعها، دائما بداية حبيباتي من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه. الوصفة هذه طبقوها كذلك حتى على المناطق التي بها التجاعيد، لأنها ستزيل كذلك حتى التجاعيد، تبيض ومزيلة كذلك للتجاعيد التي تكون حول العينين، تجاعيد كذلك الجبهة حول الفم. إذن بهذه الطريقة كما رأيتم وضعت طبقة ثانية، طبقة تكون سميكة، ثم سنتركها إلى غاية ما تجف، حتى تلاحظون أن البشرة أو الماسك قد جف على البشرة. بعدها قوموا بإزالته، خذوا قطنة بللوها بالقليل من الماء الدافئ وابدأوا بمسح كامل هذه الوصفة. بعدها قوموا بغسل البشرة بماء يكون بارد حتى نقوم بسد المسامات. الوصفة ممتازة والمكونات بسيطة، اعتمدوا عليها بشكل يومي، نعم بشكل يومي، حتى تعطيكم النتائج الفورية وتحصلون على نتائج في أسرع وقت. كما نعلم كلنا نستعد إن شاء الله للعيد، وكلنا نريد أن نظهر بحلة جميلة وكذلك ببشرة ناصعة البياض ومشرقة. لذلك فهذه الوصفة من بين الوصفات التي تعطي نتائج فورية، لذلك أنا اليوم قمت بمشاركتها معكم. وصفة بسيطة جدا، حتى إذا تبقى لديكم كما قلت لكم منها فهي تبقى صالحة في الثلاجة مدة 4 أيام. هذه الكمية ممكن أن تستعملوها تقريبا تكفيكم مدة 4 أيام فقط، ما عليكم إلا أن تقوموا بتغطية هذا الإناء سواء بغطائه أو كذلك بغطاء بلاستيكي،
واحتفظوا به في الثلاجة، ثم استخدموه بشكل يومي. ممكن كذلك أن تضعوا الوصفة على بشرة اليدين لتبييضها، القدمين، إلى غير ذلك. دائما يجب أن نعتني ببشرتنا بواسطة الماسكات، وكذلك نتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، بالخصوص أننا نحن في فصل الصيف والبشرة تتعرض بكثرة للتعرض لأشعة الشمس. هذه الوصفة إن شاء الله ستساعدكم في الحفاظ على لون بشرتكم وأيضا تفتيحها. إذن كانت هذه حبيباتي هي وصفتنا لليوم. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء، وإلى اللقاء.